ولا نزال في الدوري المحلي، حيث أنعش العربي حامل اللقب آماله في العودة إلى أجواء المنافسة بفوزه الصعب على نظيره اليرموك بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك الرياضي ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة. فبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكن الأخضر من اختراق دفاعات اليرموك بتسجيل الهدف الأول عبر المتألق علي خلف في الدقيقة 70. بين أن أحمد شبيب أدرك التعادل لليرموك في الدقيقة 79، لكن حسن حمدان منح نقاط المباراة العربي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 96 من زمن المباراة. فبهذا الفوز رفع الأخضر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، في حين ظل اليرموك على رصيده السابق بثلاث نقاط في المركز الأخير. العمق، الوسط مغلق، الأطراف الآن علي أحمد خلاف، علي أحمد خلاف، الكرة العرضية، الله الله الله، الله.